السلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. أعزائنا المشاهدين أينما كنتم، أهلا بكم. نشرة إخبارية مفصلة من تلفزيون جيبوتي، نستهلها بأبرز العناوين. وزيرة الشؤون الاجتماعية تشارك الدورة 41 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وذلك في الرياض. إصابات قياسية لأوميكرون حول العالم وأوروبا تفرض مزيدا من القيود. تلكم كانت مقدمة النشرة وإليكم تفاصيلها من تلفزيون جيبوتي، أهلا بكم. ترأس وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أمس الخميس الدورة 41 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ومؤتمر وزراء الشؤون التنمية وشؤون الاجتماعية والمجالس الوزراء الوزارية العربية المعنية بالقطاعات الاجتماعية لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب في مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة. ومثلت بلادنا في أشغال هذه الدورة التي استمرت لمدة يومين في فندق الفيصلية وزيرة الشؤون الاجتماعية والتضامن السيدة ألوفة إسماعيل عبدو وبرفقتها عميد السلك الدبلوماسي سفير بلادنا لدى المملكة العربية السعودية السيد ضياء الدين سعيد بامخرمع. هذا وناقشت هذه الدورة التي شهدت حضور حوالي 20 من وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الآثار المتبادلة المتباينة لجائحة كورونا ومسارات التعافي من هذه الأزمة. قدم سفير جمهورية جيبوتي الجديد لدى إثيوبيا السيد عبد محمود هيبة إلى الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية الإفريقية التابعة للاتحاد الإفريقي السيدة فيراي سونغوي بصفته قدم أوراق اعتماده بصفته مندوبا دائما لبلادنا لدى المفوضية. وخلال هذا اللقاء أثنى السفير عبد محمود هيبة على التعاون الجيبوتي المتميز القائم مع كافة أجهزة الاتحاد الإفريقي ومن بينها المفوضية الاقتصادية، وأكد على التزامه باستمرار التفاعل الجيبوتي في الاتحاد الإفريقي بشكل الذي يعود بالنفع على الدول وشعوب القارة. وقد تم خلال المقابلة تناول أهم الموضوعات ذات الأولوية الإفريقية. استقبل رئيس سلطة المواني والمناطق الحرة السيد أبو بكر عمر حدي أمس الخميس في المنطقة الاقتصادية أو في المنطقة الصناعية الواقعة بناحية دمير جوك، استقبل رئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي الجيبوتي السيد محمد السكية قياد الذي كان برفقة المدير العام الجديد للصندوق السيادي الجيبوتي الدكتور سليم الفرياني والسيدة نعمة عمر حسن نائبة المدير العام للصندوق السيادي الجيبوتي. هذا وتأتي هذه الزيارة في إطار اللقاءات التي يجريها المدير العام مع السلطات العامة ولا سيما مع رئيس سلطة المواني والمناطق الحرة لإجراء محادثات بناءة ومثمنة بغية التطرق على العديد من النقاط الاستراتيجية. هذا وقام الوفد بزيارة تفقدية إلى المنطقة الصناعية الواقعة في ناحية دمرجوك وكذلك المرافق التابعة لها. كما أجرى المدير العام الجديد للصندوق السيادي الجيبوتي محادثات مع رئيس سلطة المواني والمناطق الحرة حول المرافق التابعة للمنطقة الصناعية الواقعة في ناحية دمرجوك. وكان برفقة رئيس مجلس إدارة صندوق الجيبوتي السيد محمد سكي قياد وكان برفقته رئيس مجلس إدارة صندوق السيادي الجيبوتي السيد محمد سكي قياد وكذلك نائبة المدير العام لصندوق السيادي الجيبوتي السيدة نعمة عمر حسن. في إطار تحسين الظروف المعيشية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، نظمت الوكالة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع القاعدة العسكرية الإيطالية المتمركزة في جيبوتي حفل تسلم هبة مكونة من المعدات المخصصة للأطفال أو لذوي الاحتياجات الخاصة. وقد أقيمت هذه الفعالية في مقر الوكالة الكائن في حي هرموس. وتتكون هذه الهبة من معدات صحية مخصصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أمثال عصا البيضاء ونظارات إضافة إلى معدات طبية أخرى ومهمة. وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز الظروف المعيشية لذوي الاحتياجات الخاصة. عقب ذلك قام مدير عام الوكالة الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة السيد علي سعيد محمود وقائد القاعدة الإيطالية المتمركزة في جيبوتي ببرام اتفاقية الشراكة
لتعزيز التعاون القائم بين المؤسستين، وتسلط هذه الاتفاقية الضوء على مواصلة دعم القاعدة العسكرية الإيطالية المتمركة في جيبوتي لصالح الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وشهد هذا اليوم مشاركة العديد من الشخصيات المهمة من كلا الطرفين. ترأس أمين الدولة المكلف بالرياضة السيد حسن محمد كامل مناسبة مكرسة لتوزيع دراجات عالية الجودة لصالح الاتحاد الجيبوتي للدراجات، وذلك في القاعة المتعددة الأغراض بملعب حسن جوليد. وتم تسليم هذه الدراجات من الجيل الأحدث إلى رئيس الاتحاد الوطني للدراجات بالإنابة سيد بكر أحمد موسى، وإضافة إلى هواة الدراجات من مختلف الأندية. وشهدت هذه المناسبة مشاركة الأمين العام للدراجات أو شهدت هذه المناسبة مشاركة الأمينة العامة لأمانة الدولة المكلفة بالرياضة سيدة خديجة إبراهيم إدريس، ومدير الرياضة سيد أبشر علي حسن، والمنسق الرياضي سيد أحمد علي. هذا ورحب مسؤولي الاتحاد الجيبوتي للدراجات بهذه المبادرة النبيلة لدعم اللوجستي المقدم أمانة الدولة المكلفة بالرياضة، والذي سيسمح لهواة الدراجات من رفع مستواهم التنافسية إلى منطقة تجارة. ضمن الأنشطة المدنية التي تقوم بها القوات المسلحة المتمركزة في منطقة تجارة، قامت الكتيبة المتمركزة في هذه المنطقة بالتعاون مع أهالي ناحية قلعيلة والنواحي القريبة لها، قاموا بإصلاح الطريق الذي يربط تجارة بهذه الناحية، حيث تعذر الوصول إليها منذ وطول الأمطار الأخيرة في هذا القطاع. وتهدف هذه المبادرة التي أشرف عليها رئيس كتيبة القوات المسلحة في تجارة العقيد شعيم داود، تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية لسكان هذه المنطقة. وأشادت القيادة العليا بهذا العمل النبيل والجدير بالثناء والذي قامت به القوات المسلحة المتمركزة في تجارة، حيث قاموا بإعادة تأهيل الطريق الرابط بين تجارة والنواحي النائية أمثال ناحية قلعيلة. في إطار تعزيز الحكم الرشيد في منطقة تجارة، قدم المنتخبون المحليون للمجلس الإقليمي حصيلة أنشطتهم التي قاموا بها في الفترة الماضية التي تمتد حتى 2022، وذلك في منطقة تجارة. وقدموا خلال اجتماع عقد في مقر المجلس الإقليمي تقريرا مفصلا حول المشاريع المنفذة والتي هي قيد التنفيذ، والمشاريع التي تسعى للحصول على تمويل لإنجازها، كما تم تقديم التقرير المالي وكذلك المشاريع المستقبلية بشفافية. وجرى هذا الاجتماع بحضور نائب المحافظ السيد حبيب جيلاني ووجهاء المنطقة وسلطات المدينة البيضاء وممثلي النواحي النائية. وخلال الاجتماع تم إجراء الكثير من المناقشات وتبادل الآراء والتعليقات والملاحظات وكذلك الاقتراحات من قبل المشاركين، بغية تطرق إلى هذا التقرير وهذه الحصيلة من الأنشطة التي قام بها المنتخبون المحليون. نظم المجلس الإقليمي لمنطقة أبوخ النسخة الرياضية السنوية الثانية بعنوان ديربي الشمال، وذلك في هذا العام 2021. هذا واحتضن المجمع الرياضي لمنطقة أبوخ مناسبة الإطلاق الرسمي لهذه النسخة الرياضية السنوية الثانية، حيث بدأ الحفل الذي أقيم تحت الرعاية السامية لأمين الدولة المكلف بالرياضة سيد حسن محمد كامل باستقبال الضيوف المشاركين في هذه البطولة. كما شارك في هذه المناسبة محافظ تجارة سيد حسن دابلي ورئيس المجلس الإقليمي لمنطقة أبوخ سيد محمد حمد إسماعيل ورئيس المجلس الإقليمي لمنطقة تجارة سيد عمر حسين، كما حضرت الأمينة العامة لأمانة الدولة المكلفة بالرياضة سيدة خديجة إبراهيم إدريس ونائب مدير أونارس سيد محمد كامل. وانطلقت هذه النسخة حوالي الساعة 4:30 مساء في مجمع رياضي الكائن في منطقة أبوخ. هذا وتندرج هذه المناسبة في إطار مكافحة الجنح لدى الأطفال وكذلك ترقية الرياضة بكافة أشكالها، حيث تم عزم النشيد الوطني. نتابع. احتضن المجمع الرياضي في منطقة أبوخ احتضن بمناسبة الإطلاق الرسمي لهذه النسخة الرياضية السنوية الثانية التي شارك فيها كل من والي منطقة تجارة ووالي منطقة أبوخ، إضافة إلى رئيس المجلس الإقليمي لكلا المنطقتين.
وفي كلمة لوالي منطقة تجورا سيد حسن دابلي في هذه المناسبة أشار إلى أهمية إطلاق هذه المنافسة الرياضية، هذه المنافسات الرياضية وهذه النسخة الثانية لإطلاق الرياضة بكافة أشكالها في منطقة أبوخ، حيث أشار إلى أن هذه النسخة تحفز الشباب بترقية الرياضة وكذلك المشاركة الفعالة في جميع أنواع الرياضات التي أقيمت في هذه المنطقة منطقة أبوخ. من جانبه أشار رئيس مجلس الإقليمي بمنطقة أبوخ السيد محمد أحمد إسماعيل رئيس المجلس الإقليمي في أبوخ أشار إلى أهمية إطلاق هذه النسخة الثانية للسنة الثانية على التوالي في المجمع الرياضي لمنطقة أبوخ، وكذلك بحضور كبار مسؤولي الدائرة الرياضية في جيبوتي. برعاية عمدة مدينة جيبوتي، دشن الاتحاد الدولي للبلديات الفرنسية بالتعاون مع الجمعية الوطنية للتجمعات المحلية الجيبوتية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي دشنوا ملعبا متعدد الرياضات لصالح بلدية بلبلة، وذلك في حي حيابلي، ويساهم مشروع تطوير الرياضات المتعددة في حيابلي في جهود مكافحة جنح الشباب وإبعادهم. وبفضل هذا المشروع متعدد الرياضات ستتحسن الرياضة لدى الشباب، وإن هذه الملاعب هي عبارة عن مجمع رياضي يضم ملاعب متعددة أمثال ملاعب كرة القدم وكرة اليد وكرة الطائرة وكرة السلة وملعب لكرة الحديدية. وقد أقيم الحفل بحضور رئيس بلدية بلبلة سيد إدريس بشير قورح، إضافة إلى أقرب معاوني وكذلك شخصيات مدنية وعسكرية رفيعة المستوى وكذلك المنتخبين المحليين في بلدية بلبلة، حيث تضم هذا المجمع الرياضي بملاعب متعددة لأنواع من الرياضات مثل كرة القدم وكرة السلة وكذلك كرة الطائرة وملعب لكرة الحديدية. قد أقيم الحفل بحضور شخصيات مهمة من بلدية بلبلة وكذلك من أمانة الدولة المكلفة بالرياضة. من الساحة الوطنية إلى الساحة الدولية، سجلت إصابات فيروس كورونا أعدادا قياسية في العالم عشية عيد الميلاد مع إصابات قياسية في بريطانيا وفرنسا، ما أرغم العديد من الدول على تجديد القيود مثل إسبانيا وإيطاليا اللتين فرضتا مجددا وضع الكمامة في الخارج. وقبل شهر ونصف من الدورة الأولمبية الشتوية في بكين في الرابع من فبراير لم تتردد الصين في عزل سكان شيئان الصيني البالغ عددهم 13 مليون بسبب عودة تفشي وباء كورونا بموجب سياستها الصارمة القاضية بصفر حالة كوفيد. ومع ذلك هناك بصيص أمل قبل أعياد نهاية السنة، فقد أظهرت دراسات أولية من جنوب أفريقيا واسكتلندا وإنجلترا أنه يبدو أن أوميكرون تتسبب في عدد أقل من حالات الدخول المستشفى من المتحور دلتا. وفقا لوكالة الصحة البريطانية فإن المرضى المصابين بالمتحورة الجديدة لديهم فرص تفادي دخول المستشفى بنسبة تصل إلى 70% في المملكة المتحدة، البلد الذي تضرر بشدة من عودة تفشي الوباء حيث سجل ما يقارب 120 ألف حالة إضافية بكوفيد 19. إلى هنا أعزائي المشاهدين تنتهي نشرتنا الإخبارية، نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.